على الشعوب أن تقرر مصيرها بعيدا عن أي ابتزاز. هي اللحظات الحاسمة لخطاب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمام البرلمان. حديث تسيبراس يأتي قبيل اجتماع حاسم لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل السبت، وسط قلق متزايد حول احتمال تخلف اليونان عن تسديد قروضها. قرار أثينا يثير مخاوف دول منطقة اليورو كما يقول رئيس المنطقة. قرار اليونان محزن للغاية لأنها أغلقت الباب أمام إجراء مزيد من المحادثات في حين أن الباب ما زال مفتوحا. نحن هنا مع وزير المالية اليوناني في اجتماعنا هذا للحديث عن النتائج المستقبلية لهذا القرار. يقول يورن ديسلبلوم: إعلان اليونان عن إجراء استفتاء يعد الخطوة الأكثر إثارة حتى الآن على مدى مفاوضات امتدت لخمسة أشهر بين أثينا ودائنيها، خاصة وأن تخلفها عن سداد ديونها يمكن أن يؤدي إلى خروجها من منطقة اليورو. الوضع متميز حقا هنا في بروكسل. معظم وزراء مالية منطقة اليورو يستعدون لرفض الطلب اليوناني بشأن تمديد برنامج التسديد الحالي لبضعة أيام ريثما يجري الاستفتاء. ووفقا لمصادر في مجموعة أوروركينغ التي اجتمعت قبل بضعة ساعات، قرار سحب مقترح المؤسسات وارد، تقول مراسلة يورونيوز من بروكسل.